بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، ألف بين قلوب عبادك المؤمنين، ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا وذرياتهم وسائر المسلمين يا رب العالمين، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للقاضي للإمام ابن قاسم الغزي، وكتاب الغاية والتقريب هو للإمام الحافظ الحجة القاضي أحمد أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم في الدارين آمين. وقفنا على فصل في التيمم. موضوع التيمم موضوع طويل وتفاصيله كثيرة، فبرجاء ممنوع الأسئلة لحد ما خلصه. بعد ما خلصه اللي عنده سؤال يحطه في الآخر، لا حتى لا يكون مقاطعة، عشان نلمه على بعضه في قعدة واحدة، وإلا ممكن نعمله، أنا عملته مرة في 10 قعدات، فعايزين نخلصه كله في قعدة واحدة إن شاء الله. فصل في التيمم. وفي بعض نسخ المتن تقديم هذا الفصل على الذي قبله، إلا قبله اللي هو مسح الخف على أساس، لكن الأولى على أي حال أنه كان يجيب مسح الخف الأول، لأن مسح الخف عبادة مائية، لأن بتمسح بالماء، والتيمم عبادة ترابية، فيبقى يأتي التراب بعد ما نخلص كل العبادات المائية، فكان أنسب يعني. وعلشان كده النسخة اللي فيها التيمم بعد المسح الخف تكون أولى من حيث الترتيب، لكونه قد انتهى من العبادات المائية ثم يأتي بعد ذلك، ثم أن المسح الخف من ملحقات الوضوء، فبنخلص الوضوء، أما التيمم فهو بدل للوضوء والغسل، فبعد ما يخلص الوضوء وملحقاته والغسل وملحقاته يناسب أنه يأتي بالتيمم من حيث الترتيب يعني. والتيمم لغة القصد، يقول لك يممت البيت يعني قصدت البيت، يقول لك في إيه يمم نحو المدينة ترى الأنوار، يعني إيه يعني اقصد نحو المدينة ترى الأنوار، يبقى يمم يعني قصد، ده من حيث اللغة. وشرعا إيصال تراب طهور للوجه واليدين، إيصاله كأنك أنت بالضبط بتقصد برضو التراب لتوصله للوجه واليدين، بدلا عن وضوء أو غسل أو غسل عضو بشرائط مخصوصة. يبقى هو بيبقى بدل عن 3 حاجات، تيمم بدل عن 3 حاجات. الناس البسيطة في التفكير يقولك التيمم ده بدل عن الوضوء والغسل بس، حاجتين، لا، وبدل عن 3 حاجات. لو انت عندك عضو من الاعضاء لا يغسل بسبب مرض، فبتتيمم كمان عن هذا العضو، يبقى هو بدل عن الوضوء والغسل وعن غسل عضو، واخد بالك، وجب غسله ولكن امتنع وصول الماء اليه، اما بجبيرة او بمرض يمنع ايه من استعمال الماء فيه. يعني عشان كده يقول لك هو ايصاله تراب، وأي التراب، لأن التراب هو تعريف الصعيد عند الشافعية في مذهبهم، مذهب الشافعية عندهم الصعيد، ربنا بيقول فتيمموا صعيدا طيبا. انت عارف ان التيمم ده شرع في السنة 5 من الهجرة في غزوة بني المصطلق اللي هو المريسيع، اللي فقدت فيها سيدتنا عائشة العقد بتاعها، وكان تحت الجمل، ففقدوا العقد وقعدوا العام، الجمل لما برك على عقد استناش، وقع منها فبرك الجمل عليه، قعدوا يبحثوا على العقد سيدة عائشة ما لقوهوش، حتى
تأخر بهم الوقت ودخل عليهم الفجر في مكان لا يوجد فيه ماء. كويس؟ فنزلت آية التيمم علشان إيه؟ فكان بركة فقد العقد بتاع السيدة عائشة نزول آية التيمم. فلما أثاروا الجمل قام لقوا العقد تحته بعد ما نزلت آية التيمم. فده كان سبب نزول إيه آية التيمم في غزوة بني المصطلق اللي هي نفس الغزوة اللي حصل فيها حادثة الإفك بسبب العقد برضه. لأن على مشارف المدينة فقدت عقدها عندما ذهبت تقضي حاجتها. فلما عادت لتبحث عنه انصرفوا مظنين أنها في الرحل. فعادت وألحقت بهم مع صفوان بن المعطل فأثاروا عليها الإشاعة التي جاءت في سورة النور في حادثة الإفك المشهورة. يبقى غزوة بني المصطلق المريثية دي شرع فيها التيمم، وهي كانت في السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة، اختلف هل الخامسة أم السادسة. أنت تعرف سنة ثانية من الهجرة كان بدر، سنة ثالثة هجرة أحد، سنة رابعة هجرة كانت إيه الأحزاب الخندق، سنة رابعة هجرة كانت إيه كانت بني النضير بني قريظة، سنة خمسة هجرة كانت المريسية، سنة ستة الحديبية، سنة سبعة كانت خيبر، سنة ثمانية فتح مكة، سنة تسعة عام الوفود، سنة عشرة حجة الوداع، ثم توفي النبي بعد الحجة إيه بشهرين أو ثلاثة. هي دي القصة بتاعت المسألة. فعلشان كده يبقى هو تقريبا كان سنة خمسة أو سنة ستة، والراجح إن هي سنة خمسة لأن سنة ستة كانت الحديبية، وبعدين سبعة كانت عمرة القضاء. ما سبطوش. فزي ما اتفقنا ان التيمم الاصل فيه، الاصل يعني ايه؟ يعني دليله. الاصل لما نقوله في الفقه نقصد به الدليل، الدليل عليه. فالتيمم الاصل فيه اي الدليل فيه هي فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، آية المائدة اللي فيها الوضوء والفرائض، ده الأصل فيه. والسنة كما ورد هي إيه في السنة الخامسة في غزوة بني المصطلق، ثم بعد ذلك إجماع الصحابة والمسلمين على مر العصور. الصعيد عند الشافعية لو تعريف الصعيد هو التراب الطهور، لكن عند المالكية كل ما فوق الأرض ما لم تمسه نار طبيعي، يعني خلقة بأصل خلقتي، فهو صعيد. الزلطة صعيد عند المالكية، الرخام صعيد، التراب صعيد، الرمل صعيد، أي حاجة مخلوقة، الصخر صعيد حتى ولو لم يكن له غبار، ده عند مين؟ عند المالكية. لكن عند الشافعية لابد أن يكون ترابا وأن يكون له غبار، فلو كان تراب متجمد لغبار فيه لا يصلح. واضح؟ يبقى احنا بنتكلم على مذهب الشافعية. عشان كده في التعريف يقول شرعا ايصال تراب، لان ده تعريف الصعيد عند الشافعية. ما قالش بقى ايصال ما كان على ظهر الارض، واخد بالك؟ يبقى هنا ده تعريف شافعي على المذهب الشافعي، ايصال تراب طهور. لازم طهور، لانه لو لم يكن طهور كأن يكون متنجسا فلا يصلح، فلابد أن يكون التراب طهور، يعني ليس متنجسا بنجاسة. وإيصال تراب طهور لكل الجسم ولا العضوين بس؟ الوجه والكفين واليدين. الوجه واليدين، اليدين اللي هما الكفين عند الملكية وعند الشافعية حتى المرفقية. ليه؟ لأنها قسوة على الوضوء. الوضوء بيقول أيديكم إلى المرافق، وطالما قال اليد كمان في التيمم يبقى اليد المعهودة في الغسل في الوضوء وهي إلى المرفقين، فالشافعية فيهم اليد إلى المرفقين. وإن كان في عند الشافعية في القول القديم أنها إلى الكوعين، يعني الكفين بس زي الملكية. يبقى في الشافعية عندهم قولان، إن هي ممكن تبقى إلى الكوعين، الكوع زي ما قلنا اللي هو مفصل الرسغ، الكوع، وإلى المرفق اللي هو بيسموه المصريين الكوع قطعا. يبقى إيصاله
تراب طهور للوجه واليدين بدلا عن وضوء او غسل، او يبقى في ثلاث حاجات، او غسل عضو بشرائط مخصوصة. هيجيب لك بقى الشرائط بتاع ده تعريفه. وده طبعا المقصد الثالث من مقاصد الطهارة. احنا عندنا مقاصد الطهارة ليها ثلاث مقاصد، هو الوضوء والغسل والتيمم. خلصنا الوضوء والغسل، باقي التيمم، عشان ده يبقى ده المقصد الثالث من مقاصد الطهارة. وشرائط التيمم خمسة أشياء، وفي بعض نسخ المتن خمس خصال. الشرط غير الركن، الشرط خارج عن الشيء والركن داخل في الشيء. الشرط ضروري والركن ضروري، بس الشرط ضروري لكنه خارج عن الشيء، أما الركن فهو ضروري وهو داخل في الشيء. فالشرط ما ينبني على عدمه العدم، ولا ينبني على وجوده وجود ولا عدم. ده الشرط، ما ينبني، يعني الشرط يؤثر في العدم بس لكن مش في الوجود، لأنه قد يوجد الشرط ولا يوجد الفعل. احنا نقول مثلا شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فهل كل ما دخل الوقت تبقى صليت؟ ما صليتش، ممكن يدخل الوقت وما تصليش، مش كده برضو؟ فالشرط يؤثر في العدم، فلكن لو صليت وما دخلش الوقت تبقى الصلاة معدومة كأنك ما صليتش، فهو يؤثر في حال عدمه. أما في حال وجوده فلا ينبني على وجوده وجود ولا عدم، لكن ينبني على عدمه العدم، ده الشرط. لكن الركن ينبني على عدمه العدم وينبني على وجوده الوجود، يبقى يؤثر في الايه، في الوجود والعدم، ده الركن. كويس. فهنا بيتكلم على شرائط التيمم، هي اللي هي الحاجات الخارجة عن فروض التيمم، اللي هي لابد أن تتوفر أولا لكي تتيمم، دي الشروط. يبقى أمر خارج عن التيمم، حتى تستبيح التيمم لابد تتوفر هذه الشروط. زي ما نقول مثلا أن شروط صحة الصلاة الوضوء الأول ودخول الوقت واستقبال القبلة وستر العورة، مش كده برضو؟ وطهارة المكان وطهارة الثوب، كل دي حاجات شروط قبل ما تدخل في الصلاة أصلا، مش من أركان الصلاة لكنها ضرورية. كذلك إيه، دي الشروط في التيمم. وشرائط التيمم خمسة أشياء، وفي بعض نسخ المتن خمس خصال، والأشياء وخصال بمعنى واحد. أحدها وجود العذر بسفر أو مرض، لأن منصوص عليه بالقرآن، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإن لم تجدوا ماء أو لامستم النساء، الآية بتقول إيه، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. إن كنتم مرضى يبقى المرض عذره، كويس، أو على سفر يعني فقد الماء، لأن في غالب فقد الماء يكون على السفر، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء اللي باقي نواقض الوضوء، فلم تجدوا ماء فتعملوا إيه، فتيمموا. يبقى جاب لك الشروط اللي هي التي توجب التيمم في وسط الآية. فالفقهاء ما فعلوا إلا أنهم أرادوا أن يشرحوا الآية، كويس. يبقى أول حاجة وجود العذر بسفر أو مرض، لأن السفر فقد حسي للماء والمرض فقد معنوي للماء، يعني يبقى المية موجودة لكن أنا في حكم اللي فقدها، لأن أنا المرض منعني استعمل، عشان كده يقول لك إن الفقد فقد حسي وفقد معنوي. فقد حسي يعني لا تجد الماء، وفقد معنوي يعني الماء موجود لكن أنا ممنوع من استعماله بسبب المرض. وقد يكون الماء ممنوع موجود وأنا لا أستطيع استعماله لخوف مثلا، يعني واقف في البئر بتاع المية في حية هتقرصني وأنا قدامي بئر المية، فأنا كأن ما فيش مية أتيام، بدل ما أعرض نفسي الحية تقرص، أو في سبع واقف على البئر بتاع الماء وأنا في صحر، يبقى قدامي المية لكن ما استعملهاش. ليه؟ لأنه كأنه مش موجود، حتى لا أعرض نفسي للخطورة. واضح؟ فقد يكون الفقد حسي وقد يكون الفقد معنوي حكمي، يسموه فقد حكمي،
يعني حكمه كأنه مش موجود، مع أنه موجود بس حكمه أنه مش موجود، كأن يكون الماء شديد البرودة وأنا وليس عندي ما أسخنه مثلا، ولو استعملته وهو شديد البرودة يؤذيني يمرضني، واضح؟ فيبقى ده اسمه فقد حكمي، يبقى المية موجود لكنها كأنها مش موجودة، واضح؟ يبقى وجود العذر بسفر أو مرض. والثاني دخول وقت الصلاة، يعني أنا علشان يتيمم لازم يكون الصلاة دخل وقتها، لأن دي طهارة ضرورة، مش تيمم دي طهارة ضرورة، طهارة ضرورة، والضرورة لا تأتي إلا إذا دخل وقت الصلاة، فما ينفعش استعمل طهارة الضرورة قبل دخول الوقت، واضح؟ يبقى الشرط الثاني لازم يدخل الوقت، بخلاف الوضوء لأنه طهارة أصلية، ممكن أتوضى ما لم أكن من أصحاب الأعذار قبل دخول الوقت وأفضل محافظ على وضوئي لحد ما يدخل الوقت وأنا متوضى، واخد بقى، ما لم يكن من أصحاب الأعذار كسلس البول واللي عنده إيه يعني دائم حدث. فهنا علشان دي طهارة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، فقال لك شرط التيمم أن يدخل الوقت، ولازم تيقن دخول الوقت، يعني لو أنا تيممت ظانا مني أن الوقت دخل فبان أن الوقت لم يدخل بطل تيممي، فعلي إعادتي عند دخول الوقت. ولو هجمت على التيمم دون أن أتثبت من دخول الوقت فبان أن الوقت كان قد دخل، تيمم باطل برضه، حتى بالرغم أنه وافق أن الوقت كان داخل بس أنا هجمت من غير ما أسأل ولا تثبت، يبقى لابد أن أنا أتثبت من دخول الوقت، فلا يكفي الشك ولا غلبة الظن ولا أن يوافق دون أن أسأل، لازم أتأكد من دخول الوقت، واضح؟ والثاني دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لها قبل دخول وقتها يقينا. والثالث طلب الماء، يبقى لازم يبقى عندي العذر اللي يمنعني من الماء، إما عذر حكمي أو حقيقي فقد حقيقي، ودخل الوقت وعايز أصلي، أعمل إيه بقى؟ ما تيممش على طول، لازم أطلب المية، أسأل المنطقة اللي حواليا، يا جماعة في مية عندكم هنا؟ يا أهل الحي، طب ما فيش حي، أو أقف أبص حواليا على مرمى البصر يسموه حد الغوث، في حد الغوث وفي حد الإيه؟ وفي حد الطلب. حد الغوث يعني إيه؟ لما أقول مثلا الحقوني، يسمعني على بعد قد إيه الكلمة دي الحقوني؟ يسموه حد الغوث. قالوا حوالي 150 متر. العلماء قالوا حوالي 150، يعني 300 ذراع. قدرها العلماء اللي هي حد الغوث ب 300 ذراع، يعني إيه 150 متر تقريبا. يبقى أنا أبص كده حواليا 150 متر بجميع الجهات، ولو كانت الأرض مستوية أبص وأنا واقف، لو الأرض مش مستوية أطلع على حاجة مرتفعة وأبص عشان أطلب الماء الأول، لأن ربنا يقول فإن لم تجدوا ماء، فلازم أتيقن من عدم وجود الماء، يعني أنا أبحث حتى إذا لم تجده فتيمم، واضح؟ فيبقى لازم كمان أطلب الماء حتى أتيقن من عدم وجوده في حد الغوث، واخد بالك، او في حد الطلب. حد الطلب اللي هو قال لك حوالي يعني كم ميل كده، اميال بسيطه يعني، حدوها كده قال لك حوالي 4.5 كيلو بالحد بتاع زمان، يعني ممكن مثلا لحد احنا في المقطم مثلا لحد السيد عيش، لحد ميدان السيد عيش مثلا، طالما الوقت متسع وعندي وسيله ان انا اقدر ايه انزل اروح اطلب بيها، عندي عربيه عندي بتاع كده، والطريق امن ومش خايف ان حد يطاردني او اتعور او شيء من هذا، واضح؟ يبقى طلب الماء بعد، واطلب الماء امتى؟ قبل دخول الوقت ولا بعد دخول الوقت؟ لا بعد دخول الوقت، لان ممكن اكون سالت قبل دخول الوقت قالوا ما فيش ميه، وبعد ما دخل الوقت الميه جت، فما اكتفيش بسؤالي قبل دخول الوقت، لا ده انا لازم بعد دخول الوقت أطلب الماء تاني، لأن قد تتغير الأحوال، خدت بالك؟ وطلب الماء بعد دخول الوقت
بنفسه، لازم تطلبه انت بنفسك او بوكيل من عندك باذن منك، يعني ترسل ابنك، ترسل خادمك، ترسل صديقك او شيء من هذا، بنفسه او بمن اذن له في طلبه، فيطلب الماء من رحله ورفقته. طب انا لقيته مع الرفقة لكن الماء ده محتاجينه لسقيا حيوان محترم، يبقى كأنه مش موجود. واضح؟ ايه الحيوان المحترم؟ هو كل حيوان فيه نفس غير الحيوان غير المحترم. الحيوان الغير المحترم محصور، فلازم اعرف الحيوان الغير محترم ويبقى ما عدا دول يبقى اسمه حيوان محترم. ايه الحيوان الغير المحترم؟ قال لك المرتد. المرتد بس بحكم القاضي لانه اصبح حلال الدم، والحربي. احنا بنحارب اليهود مثلا، انا عندي مية وقد يحتاجها هذا اليهودي المحارب ليا، لا ده انا استعملها بقى ولو هو يموت في العطش. واخد بالك؟ لانه ده حيوان غير محترم، الحربي. وكذا المرتد بحكم القاضي وتارك الصلاة بحكم القاضي، كل دي حيوان غير محترم. والكلب العقور لانه مؤذي، كلب ما شيلش انا المية اسقي بيها الكلب العقور وبعدين اتيمم، ما ينفعش، لان الكلب العقور مأمور بقتله شرعا. واضح؟ يبقى دي امثلة للحيوان المحترم غير المحترم. الباقي يبقى كله حيوان محترم. واخد بالك؟ حتى الخنزير، كل في كل كبد رتبة اجر، لانه قد يكون محترم عند الذمي وعند الكتابي، انا صحيح ما باكلوش لكن غيري بياكله. والكلب غير العقور ما هو نجس لكنه محترم، لان في كل كبد رتبة اجر. واضح؟ يبقى لو يكون عندي المية وانا محتاجها لسقيا بهيمة او لسقيا انسان، واخد بالك، بحيث لو استعملتها في الوضوء طاعة، يبقى اخليها للسقيا وتيمم مع وجود الماء، يبقى لازم يكون الماء ده فاضل عن حاجة الحيوان المحترم. واضح؟ لو انا كنت في مكان لقيت سبيل ومية بس مكتوب عليها ماء سبيل للشرب، كأني ما لقيتوش لان ده خاص بالشرب، ما ينفعش اخد منه اتوضى، يأثم شرعا، يصح الوضوء مع الحرمة، لأن الماء مخصص للشرب وليس مخصصا للوضوء. يبقى أنا لو لقيت سبيل في مكان ليس فيه ماء وهذا السبيل مخصص للشرب فكأني لم أجده، أستعمله للشرب وأتيمم للصلاة. واضح؟ كل دي ناخد بالنا منها. والثالث طلب الماء بعد دخول الوقت بنفسه أو بمن أذن له في طلبه، فيطلب الماء من رحله ورفقته. فإن وجد الماء ويباع، فإن كان بيباع بثمن مثله يشتريه. واضح؟ فإن كان فوق ثمن المثل، يعني مستغلين الفرصة وبيغلي، ما تشتريهوش فوق ثمن المثل ولو كنت غنيا. كويس؟ ولو كنت معك المال. كويس؟ يبقى ساعتها تتيمم. طب امتى اشتريه؟ لو كان بثمن المثل او اعارة، او اعارة يعني قال لي اعيرك هذا الماء تتوضأ، فاذا جاءك الماء رده لي. يبقى في الحالة دي لو كان اعارة وجب عليك قبوله، وان كان بثمن المثل وعندك ما تشتريه به وجب شراؤه. واضح؟ طب ان كان هبة، قال لك خذه لله لوجه الله، لا يجب أن تقبله بل لا يستحب قبوله. ليه؟ لأن الهبة فيها منة، والمسلم ما يحبش حد يمن عليه. واضح؟ ممكن إيه يعايره بعد شوية، يقول له فاكر لما كنت مش لاقي تتوضى وكنت بدي لك المية تتوضى؟ يا أخي اتقي الله يا أخي، ويذله قدام خلق الله. إنما الإعارة ما فيهاش منة، هتاخد وتردها. والشراء والبيع والشراء ما فيهوش منه، اديته ثمنه. انما الاعاره الهبه قد تكون فيها منه. واضح؟ وعلشان كده في الهبه ما يجبش انك انت تقبلها، بل لك ان تتيمم ولو عرض عليك ان يهب لك المال. واضح الكلام؟
في الخاص بالوضوء طبعا. في الليل بعد دخول الوقت بنفسه او بمن اذن له في طلب فاطلب الماء من رحلي ورفقتي. فان كان منفردا لو ما كانش مع احد نظر حواليه من الجهات الاربع، ان كان بمستوى من الارض، فان كان فيها ارتفاع وانخفاض تردد قدر نظره. الرابع تعذر استعماله، يبقى لازم كمان ان يبقى متعذر استعماله، اي الماء تعذر استعمال الماء بان يخاف من استعمال الماء على ذهاب نفس او منفعه عضو. زي ما قلت لك ماء شديد البروده لو استعملته هيجي لي التهاب رئوي او يموت خلاص، ما عنديش كمان حطب اولعه فيه واسخنه، ما فيش عندي هذه الامكانيات. يبقى في الحاله دي طبعا الامام الرملي قال لك لو كان قريبا منه حطب ولو كان في تحصيله يؤدي إلى خروج الوقت عليه أن يحصل الحطب لتسخين الماء ويتوضأ ولو خرج الوقت، لأن تحصيل شرط الصحة أولى من تحصيل الوقت، خلافا للأحناف. الأحناف عندهم حرمة الوقت أشد من تحصيل شرط الصحة. واضح؟ يعني دي أمور تختلف فيها وجهات نظر الفقهاء. ويدخل في العذر ما لو كان بقربه ماء وخاف لو قصده على نفسه من سبع او عدو. الميه موجوده بس موجوده عند الاعداء، طب انا هخش على الاعداء يقتلوني؟ خلاص ماليش دعوه، حتى لو بيني وبين الاعداء مسافه بسيطه، لكن انا ما اخشش على اعداء هيقتلوني. او زي ما قلت لك يكون واقف عندها سبع او حيه او شيء من هذا. او في بئر عميق وليس معي حبل ولا دلو. مش مطلوب ان انا احاول بقى اتسلق واقع جوه البير واموت. يبقى كل الحاجات دي لازم الواحد يراعي فيها، لان ربنا قال لنا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. فالايات كلها تدل على ذلك، ولان الشرع جاء لرفع الحرج. ويدخل في العذر ما لو كان بقربه ماء وخاف لو قصده على نفسه من سبع او عدو او على ماله من سارق او غاصب. هو لوحده. فلو ترك متاعه وذهب يبحث عن الماء يرجع يلاقيه اتسرق. خلاص يقعد جنب متاعه بقى ويتيمم ويصلي. كل دي اسباب تمنعه من انه هو يبحث عن الماء. ويوجد في بعض نسخ المتن في هذا الشرط زياده بعد تعذر استعماله، وهي اعوازه بعد الطلب. افرض ان انا ذهبت طلبت الماء فجبته ورحت المكان اللي انا قاعد فيه عايز اصلي بقى. فبصيت لقيت الناس اللي موجودين معايا عطشانين عايزين الميه، اعوازه بعد الطلب، يبقى اديهولهم يشربوه واتيمم. واضح؟ يبقى ممكن اطلبه واحصل عليه، وبعدين بعد كده يطرأ الحاجه اليه الضروريه من شرب او سقي بهيمه محترمه. ففي الحالات دي ابدي السقيه على، او ان انا مثلا ايه؟ جبت الميه وبعدين جت النجاسه على بدني. يبقى يجب استعماله في إزالة النجاسة ثم أتيمم للصلاة. ليه؟ لأن الوضوء له بدل وهو التيمم، لكن إزالة النجاسة ملاش بدل، لابد من غسلها. فده كل ده اسمه إعوازه بعد الطلب، يعني عزته بعد ما طلبته وحصلت عليه. جاء إيه؟ جاءت الحاجة إليه، ففي الحالة دي أقضي حاجتي منه أولا، فإن بقي ما يكفي وضوئي فبها ونعمت، والا فاتيمم واستعمله في الحاجه. علشان كده في بعض النسخ اعوازه بعد الطلب. والخامس لازم كمان الحاجه الخامسه التراب الطاهر، اي الطهور غير المندى. لازم من الشروط يبقى عندي التراب اللي هتطهر اللي هتيمم بيه. علشان كده في صور فاقد الطهورين، فاقد الطهورين زي واحد معلق بين السماء والارض. واحد معلق كده بين السماء والارض زي ما كانوا بيعلقوا الناس ايه في امن الدوله وفي الاماكن ايام الظلمه، يعني الذين ما زالوا موجودين برضه، واخد بالك؟ لان شوف طول عمر الدنيا هيبقى ظالم ومظلوم طالما احنا عايشين في دنيا. انما امتى ينتهي الظلم؟ لما تقوم القيامه ان شاء الله، لان الدنيا في محل شر.
في لازم هيبقى في اهل نار واهل جنه وبيتخاصموا مع بعض. فهي الدنيا دي محل خصام بين اهل الحق واهل الباطل، بل اهل الباطل يتخاصمون حتى مع بعضهم البعض مش مع اهل الحق بس، لان ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. فاهل النار متخاصمين في دنياهم كما انهم متخاصمين في اخرتهم في النار، فدي سمتهم يعني. يبقى لازم التراب الطهور. يعني انا لو على القمر، وانا على القمر ابقى فاقد الطهورين، ما ينفعش استعمل تراب القمر لان انا متعبد بصعيد الارض مش بصعيد القمر ولا المشترى ولا زحل. يبقى لو رحت القمر اخد معايا ايه؟ شويه تراب من الارض عشان ابقى تيم. لكن ما ينفعش. يبقى اللي على القمر وفي اي كوكب اخر اسمه فاقد الطهورين. واضح؟ والخامس التراب الطاهر، اي الطهور غير المندى، ويصدق الطاهر بالمغصوب وتراب مقبره لم تنبش. لو التراب ده مغصوب، يعني ارض مغصوبه، انا واخد الارض دي غصبها من خلق الله، واخدها بغير حق، زي جماعه الظلمه ما بياخدوا ارض مش ملكهم بوضع اليد، او ارث مثلا وانا استحوذت عليه دون باقي اخواتي زي ما بتحصل كتير. واخد بالك؟ الاخ الكبير يحوز الارض وايه ويسيب اخواته، دي اسمها ارض مغصوبه. يبقى لو تيمم بهذا التراب المغصوب يأثم وتيممه صحيح. يعني ايه يأثم؟ يعني تيممه صحيح وصلاته صحيحه لكنها غير مقبوله. فهمت بقى المساله؟ يعني لا يطلب منه الاعاده لكن لا ثواب له فيها. كالمتوضئ بماء مغصوب كذلك، نقول وضوءه صحيح لكنه يأثم لانه الماء مغصوب مسروق. واخد بالك؟ او غصبه وخده نهبه او بالقوة او بغير حق. بس هو لا يعلم. لا يعلم، خلاص ملناش دعوة. لا يعلم ملناش دعوة، احنا بنتكلم واحد يعلم عارف كده كويس، واللي بيعلم دول كتير قوي. واخد بالك؟ ناس كتير قوي عارفة انها واخدة حاجات مش حقها. فيبقى لو صلى في هذه الارض المغصوبة او تيمم بماء الارض المغصوبة، توضأ بماء الارض المغصوبة او تيمم بتراب الارض المغصوبة، صحت عبادته فقها، فلا يؤمر بالإعادة، ولكن العبادة غير مقبولة يعني لا ثواب له فيها، وهذه العبادة باطلة عند الحنابلة، عليه الإعادة. مذهب الحنابلة عندهم باطلة، تيممه باطل ووضوءه باطل وصلاته باطلة وعليه الإعادة. الشافعية قالوا لا، الصلاة صحيحة لكن مع الحرمة، وطالما مع الحرمة يبقى لا ثواب له فيه ولا يطلب بالإعادة. ومن ضمن التراب المغصوب تراب المسجد، ما ينفعش اتيمم بتراب المسجد لان المسجد ده مش ملك، ملك الله. واخد بالك؟ وملك جميع المسلمين، انا ماليش ملكيه خاصه فيه، فما ينفعش اتيمم بتراب المسجد لان وقف على المسجد، لازم اخرج بره المسجد واخد تراب خارج المسجد. واضح؟ ويصدق الطاهر بالمغصوب وتراب مقبرة لم تنبش. أنا في المقابر ممكن أتيمم بالتراب بتاع المقابر التي لم تنبش، إنما لو نبشت يبقى تنجست لأنها اختلطت إيه برفات الموتى. ويوجد في بعض النسخ زيادة في هذا الشرط، وهي له غبار. كذلك التراب لو كان مملوك للغير، ما ينفعش أن أنا أروح أتيمم بتراب مملوك للغير قبل أن أستأذنه. يعني لو الارض دي ملك واحد لازم استاذنه الاول قبل ما اتيمم بترابه، ولازم استاذنه قبل ان اتوضا بمائه. واضح؟ لانها مملوكه للغير. ويوجد في بعض النسخ زياده في هذا الشرط، وهي له غبار. الامام الشافعي قال لازم التراب يبقى ليه غبار، ده له. فان خالطه جص، يعني معناه له غبار يعني لو كان مندي يعني يبقى ملوش غبار، يبقى ده ما ينفعش، لازم يكون تراب جاف عشان يبقى ليه غبار. لو كان متجمد تحجر تندى فتحجر وجف، ده ما ينفعش اتيمم بيه برضه على مذهب الشافعية، لازم افتفته ويبقى ليه تراب، ليه غبار. كويس؟ فإن خالطه جص، جص اللي هو جبس معروفة يعني، أو رمل لم يجزي، يعني لم يجزي. لو التراب مخلوط برمل
لازم اصفي التراب عن الرمل. لكن لو الارض كلها رمليه ما فيش تراب اصلا وله غبار، اتيمم بيه على ما صححه في المنهاج وغيره. فان خالطه جص او رمل لم يجزي، وهذا موافق لما قاله النووي في شرح المهذب والتصحيح، لكنه في الروضه والفتاوى جوز ذلك في الرمل دون الجص. جوز ذلك في الرمل دون الجص، خد بالك لان هنا تفتكر ان في الاثنين، في الرمل دون الجص. ويصح التيمم ايضا برمل فيه غبار في الارض الرمليه، يبقى رمل فيه غبار يمشي. واضح؟ وخرج بقول المصنف التراب غيره، اي حاجه غير التراب ما تنفعش بقى، كنوره او نوره، تنفع نوره ونوره بفتح النون وضمها، لغتان صحيحتان. والنوره ده نوع من الـ يستعمل في ازاله الشعر. النوره ده بيبقى حاجات زي ايه، زي تراب كده مصنوع بطريقه معينه، اما يضاف اليه الماء ويوضع في اماكن فيها شعر يزيل الشعر، فده ما ينفعش نتيمم بيه لانه مصنع ومسته النار. يبقى ما ينفعش مثلا تراب بتاع طوب احمر، لان الطوب الاحمر ده مسته النار، فما ينفعش اتيمم بترابه الغبار بتاعه. لازم انقي حاجه ما تكونش مستها النار، يعني ما دخلتهاش فيها يد الصناعه البشريه، تبقى على طبيعتها زي ما ربنا خلقها كده. واضح؟ عشان كده الجص ده اصلا مسته النار، والاسمنت مسته النار، ما ينفعش ارض فيها شويه اسمنت اروح متيمم منها، لان الاسمنت ده مش صعيد من اللي خلق والله، ده حاجات مصنعه. واضح؟ كنورة وسحاقة خزف. سحاقة الخزف معروف، الخزف اللي هو زي الفخار، الحاجات الطين اللي يخش يتحرق يطلع فخار، وساعات يتحرق بطريقة معينة يبقى خزف، يتخزف كل ده، فممكن يتكسر وتعمل منه بودرة ويبقى سحاقة، ما ينفعش اتيمم بيها لأنه برضو مستها النار. وخرج بالطاهر النجس، هو قال لك طبعا لازم التراب الطاهر، يبقى التراب النجس ما ينفعش. واما التراب المستعمل فلا يصح التيمم به، يعني انا ما ينفعش التراب اللي استعمله غيري، يعني انا خدت كده التراب فوقع من التراب بتاعي ده اللي انا استعملته وانا بعمل كده بعض الغبار، فجاء واحد خد الغبار ده وعايز يتيمم بيه، ما ينفعش لانه ده مستعمل قياسا على الماء المستعمل. كل دي تفاصيل في مذهب الشافعية، المذاهب الأخرى عندها توسعة أكتر. واضح؟ نيجي بقى إيه؟ دي كل دي الشروط دي لازم تتوفر علشان أبتدي أخش على التيمم. طب أنا هتخش على التيمم أعمل إيه؟ إيه فرائض التيمم بقى؟ ليه أركانه؟ يبقى كل اللي قبل كده خارج عن التيمم ليبيح التيمم. واضح؟ بعد كده بقى أتيمم إزاي؟ اتيمم ازاي دي اللي هي الفعل نفسه. الفعل ده فيه اشياء منها ضروريه يسموها فرائض، وفي اشياء منها غير ضروريه يسموها سنن. يبقى التيمم له فرائض وله سنن. نشوف فرائض التيمم اللي هي لابد منها، وبعدين نشوف سنن التيمم علشان يبقى ثوابه اعلى، لان لما بتراعي السنه مع الفرض تاخد العباده على اكمل وجه. فرائض التيمم وفرائضه اربعه اشياء. احدها النيه، طبعا احنا الشافعيه عندنا النيه دي اساس في كل عباده، مش كده؟ الاعمال بالنيات والتيمم عمل، يبقى لازم النيه. وفي بعض النسخ اربع خصال، لازم نيه الفرد. نيه الفرد يعني ايه؟ ينوي التيمم لاستباحه فرض الصلاه، هي دي النيه الكامله. احفظها، احفظها كده، لما تيجي تتيمم تقول نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة. واضح؟ استباحة، لاستباحة فرض الصلاة. عارف لو قال نويت التيمم للصلاة ما يصليش الا صلاة نافلة، ما ينفعش يصلي بالتيمم ده فرض. واضح؟ لو قال نويت التيمم مثلا لصلاة الجنازة ما ينفعش يصلي بيه فرض. لو قال نويت التيمم لقراءة القرآن ما ينفعش يصلي بيه فرض ولا يصلي بيه جنازة. واضح؟ لكن النية اللي هي يعمل بها كل حاجة
هي النية اللي بقولها لك دي، احفظها. نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة، ساعتها بقى لو نوى كده له أن يطوف به، له أن يصلي فرض وما ارتبط به من نوافل، له أن يصلي به صلاة الجنازة، له أن يقرأ به القرآن ويمس المصحف، له أن يمكث به في المسجد وكان على جناب بهذه النية. خدت بالك؟ يبقى إيه؟ لازم يعرف النية المهمة اللي هي بيها. علشان كده قال لك هنا إيه، وأنا بقول لاستباحة فرض الصلاة ليه، ما بقولش رفع الحدث، لأن التيمم لا يرفع الحدث. التيمم لا يرفع الحدث، مش زي المية، المية بترفع الحدث، لكن التيمم الحدث موجود لكن يبيح الصلاة مع وجود الحدث. عشان كده بنوي استباحة فرض الصلاة لا رفع الحدث. فإن نوى المتيمم الفرض أو النفل استباحهما، لو قال نويت التيمم لاستباحة نفل الصلاة استباح النفل، لو قال نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة استباح الفرض. أو الفرض فقط، لو نويت التيمم لاستباحة الفرض الصلاة فقط استباح الفرض وما والنوافل الملحقة به ومعه النفل وصلاة الجنازة أيضا، لأنها نية قوية فيصلي بها صلاة الجنازة أيضا. لو قال نويت التيمم لاستباحة النفل فقط لم يستبح به إلا النفل، أو النفل فقط لم يستبح معه الفرض. واضح؟ وكذا لو نوى الصلاة. خد بالك إن عندنا ثلاث مراتب في النوايا، قسمها الإمام البيجوري في الحاشية. الإمام البيجوري في الحاشية قال لك إيه؟ قال لك إن في مرتبة الأولى إنه ينوي استباحة فرض الصلاة أو الطواف أو فرض الطواف أو خطبة الجمعة أو الصلاة المنذورة، دي أقوى نية، دي المرتبة الأولى. واضح؟ يبقى المرتبة الأولى إنه ينوي استباحة فرض صلاة أو صلاة منذورة أو فرض طواف أو خطبة جمعة، دي النية قوية المرتبة الأولى. المرتبة الثانية ينوي استباحة صلاة الجنازة، خدت بالك؟ دي النية الثانية، أو نفل الصلاة، دي مرتبة أقل. فإن نوى النية اللي في المرتبة الثانية ما يستبحش اللي في المرتبة الأولى، لكن يستبيح اللي في المرتبة الثانية بس. لكن لو نوى النية اللي في المرتبة الأولى يستبيح اللي في المرتبة الثانية والثالثة كمان، لأن أقوى النوايا. طب والنية المرتبة الثالثة، ينوي التيمم لتلاوة القرآن عشان ياخد ثواب أعلى، أو ينوي التيمم للمكث في المسجد، كويس؟ أو ينوي التيمم لسجود التلاوة أو لسجود الشكر. دي نية ضعيفة بقى، دي لا يستبيح بها إلا المرتبة الثالثة، فلا يستبيح بها المرتبة الثانية ولا الأولى. يبقى لو نوى المرتبة الثانية يستبيح بها الثانية والثالثة، ما يستبيحش بها الأولى. لو نوى المرتبة الأولى يستبيح بها الثلاث مرات. عشان كده أنا بقول لك احفظ النية اللي بقولها لك دي، نية زي الحديد، تحفظها تستبيح بأي مرتبة. نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة، تعمل بها أي عبادة بقى وانت مطمئن، خدت بالك؟ وخد بالك ان التيمم ده ساعته قدرته ان يؤدي به فرض واحد، ما ينفعش أدي بالتيمم فرضين، يعني قدرة التيمم ان يشلك فرض واحد على الصحة، ما ينفعش يشلي فرضين، يشيل فرض واحد على الصحة وحاولوا شوية نوافل يشيلهم معاك، إنما جالي فرض تاني لازم أتيمم تاني، ولو جمعت الصلاة يبقى لازم أتيمم مرتين، في السفر أنا بجمع الصلاة، ويبقى سقط عندي دخول الوقت في الصلاة المجموعة على التقديم في المسافر. ففي الحالة دي بتيمم أصلي الظهر وأتيمم وأجيب العصر بعديه، يعني عيد التيمم مرتين عشان الفرض عند الجمع. فما ينفعش فرض صلاة وفرض طواف، وفرض ايه؟ فرض صلاة وفرض طواف، خلاص يبقى ده يكفي فرض الصلاة وأتيمم لفرض ايه؟ الطواف. واضح؟ لكن انا لو تيممت لاستباحة فرض الصلاة فلم أصلي وطفت فريضة تمشي. واضح؟ ها؟
لأنها في نفس الدرجة في المرتبة الأولى. فهمنا المسألة دي؟ فإن نوى المتيمم الفرد أو النفل استباحهما، أو الفرد فقط استباح معه النفل وصلاة الجنازة أيضا، أو النفل فقط لم يستبح معه الفرد، وكذا لو نوى الصلاة مطلقا لألا فرد ولا نفل يستبيح النافلة بس. واضح؟ ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب. لازم النية لها وقت، خد بالك، لازم نية التيمم في لحظة نقلة التراب وهو بيرفع ايده من على الارض ينوي، وتستمر النية لحد ما يلمس اول الوجه. واضح؟ يبقى لازم يقترن النية لحظة النقل التراب وتستمر حتى اول الوجه. ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين واستدامة هذه النية الى مسح شيء من الوجه، ولو احدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك. ولو احدث بعد نقل التراب، يعني انا مديت ايدي كده بسم الله نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة، وانا ماشي في السكة كده طلعت ريح، يبقى لازم ارجع اعيد النقل تاني. فهمت؟ ولو أحدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك التراب بل ينقل غيره. والثاني، الركن الثاني، يبقى الركن الأول أو الفرد الأول في التيمم النية، الثاني والثالث مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين. يبقى هي إيه؟ سهلة هي. الثاني والثالث مسح الوجه، أدي الثاني، والثالث اليدين المرفقين. هشرح لك المسح إزاي دلوقتي. لازم يستوعب الوجه، لازم يستوعب الوجه كله. احنا قلنا الوجه حدوده في الوضوء عارفينه، من مادة الشعر المعتاد لحد أسفل الذقن، ده طولا، وإيه وعند الأذنين شحمتي الأذنين عرضا، يبقى ده هو ده الوجه، لازم إيه يستوعبه كله. يبقى أنا بحط إيدي كده وأنوي وأنقل وتستمر النية معايا، لو فيها تراب كتير وخايف على وجهي ممكن اعمل كده انضف يعني شويه، انزل شويه منهم وبعدين امسح واستوعب، تستمر النيه معايا، وبعدين اضرب ضربه ثانيه وابتدي امسح، احط شوف صوابعي باطن الاصابع اليسرى على ظهر اصابع اليمنى وامشي كده امسح، ما لمستش انا الابهام اهو، امسح كده لحد ما ايه اوصل لتحت، وبعدين اضم، وبعدين اما اجي كده الف بقى على هنا، الف بالكف لان الكف لسه فيه تراب ما تستعملش، لحد ما اوصل لهنا، ما كملش على الكف ده عشان ده همسح بيه الناحيه الثانيه، وبعدين لسه التراب اللي على الابهام ما استعملتوش او ما اجيبه على ظهر الابهام. خدت بالك الطريقه؟ اعمل كده باليد الثانيه برضو نفس الحكايه اهي، واروح ماسح كده واروح لافف اجيب الكف بقى كل ده والابهام اهو لسه سليم اهو التراب بتاعه سليم، اروح عامل كده لحد ما اجي هنا اجيب الابهام ده على الابهام، يبقى ده مسح لحد المرفقين. سهل الطريقه؟ يبقى هنا والثاني والثالث مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين، وفي بعض نسخ المتن الى المرفقين، ويكون مسحهما بضربتين، يعني ضربة للوجه وضربة إيه؟ لليدين. ولو وضع يده على تراب ناعم فعلق بها تراب من غير ضرب كف، يعني مش شرط يضرب التراب يعني. يعني مش شرط، يعني مش شرط يضرب كده، ممكن يحط إيده بس. كويس؟ أصل ساعات الكتب يقول لك بضربتين، فيفتكر الواحد لازم يضرب يعني. لا، يعني يكفي إنك أنت حتى تضع إيده. والرابع، الركن الرابع، احنا قلنا النية أول حاجة، وبعدين مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، وبعد كده الترتيب. يبقى لازم أمسح الوجه الأول قبل المرفقين، لازم أراعي الترتيب. واضح؟ والترتيب، فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين سواء تيمم عن حدث أصغر أو أكبر، ولو ترك الترتيب لم يصح.
التيمم بدلا عن الغسل هو نفسه التيمم بدلا عن الوضوء. احسن تفتكر ان التيمم بدل عن الغسل علشان بيستوعب الجسم كله الحدث الاكبر، معناه تتمرغ في التراب كله زي ما عمل سيدنا عمار ابن ياس، تمعك في التراب كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يكفيك ضربة للوجه وضربة لليدين. واضح، القصة معروفة مع سيدنا عمار. يبقى والرابع الترتيب، فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين سواء تيمم عن حدث أصغر أو أكبر، ولو ترك الترتيب لم يصح. وأما أخذ التراب للوجه واليدين فلا يشترط فيه ترتيب، يعني ما يشترطش، يعني أنا ممكن أضرب كده وأخذ التراب اللي على الإيد اليمين أمسح بيه الوجه، كويس، والتراب اللي هنا أمسح بيه إيه دي، وبأضرب دي بقى وأمسح بيه دي، سهلة. يعني ما يشترطش بقى الترتيب ايه في الضربة نفسها في النقل، لكن المهم من حيث فعل المسح نفسه. وأما أخذ التراب للوجه واليدين فلا يشترط فيه ترتيب، فلو ضرب بيديه دفعة على تراب ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز. دي خلصنا كده أركان التيمم أو فرائض التيمم. سهلة فرائض التيمم، النية وعرفناها، وبعدين الوجه والكفين بضربتين، وبعدين الترتيب، كويس الترتيب. يبقى كأن هما ثلاثة لو حبيت تختصرهم، لو خليت الوجه والكفين حاجة واحدة يبقوا ثلاثة، لو خليت الوجه لوحده اليدين لوحدها بقوا أربعة، يبقى هما الأركان أربعة. وسننه، السنن بقى إيه هي؟ في سنن كتيرة طبعا في المطولات، لكن هنا اكتفى بالسنن الخاصة بالتيمم. سننه ثلاثة أشياء، وفي بعض نسخ المتن ثلاث خصال. التسمية، لأن كل شيء لا يبدأ بالحمد لله أو ببسم الله أبتر أو أجزم، يبقى لازم يبتدي بالتسمية على سبيل الاستحباب وليس على سبيل اللزوم. التسمية، وتاني حاجة تقديم اليمنى على اليسرى، يعني يبدأ بمسح اليمنى قبل اليسرى، كل دي ايه من السنن. وتقديم أعلى الوجه على أسفله، ومش كده وبس، والموالاة ورا بعض، الموالاة يبقى ايه ورا بعض. طب ايه هي الموالاة؟ طب في التيمم احنا عارفين الموالاة في الوضوء حدها انك انت تغسل العضو قبل جفاف العضو السابق، قبل جفاف العضو السابق بنفسه مش بالمنشفة، يعني المدة الزمنية اللي بيها تكون قصيرة بحيث لا يجف العضو السابق، واضح؟ دي اسمها الموالاة. فالموالاة سنة في التيمم لغير دائم الحدث، زي ما هي سنة في الوضوء لغير دائم الحدث. أمال دائم الحدث الموالاة في حقه فرض في الوضوء والتيمم، خدت بالك زي ما قلنا زمان في درس الوضوء. الموالاة في التيمم بتعتبر التراب ده مية، فلو كان مية المسافة اللي انت هتعمل العضو اللي بعديه المسافة الزمنية دي كانت تجف الماء ولا لا يجف؟ فإن كان يجف الماء يبقى انت فقدت الموالاة، لو كان لا يجف الماء يعني بتحكم الماء التراب كأنه ماء، واضح؟ اه، لأن التراب أصلا ما هو أصلا جاف، فانت بتعتبره حكما لو كان ماء وطال المده. لا، انا دلوقتي اهو مسحت وجهه بالتراب عشان امسح ايدي الثانيه، امسحها في زمن ما يكونش اطول من ان لو كان التراب ده ميه ويجف لوحده، واضح؟ احكم يعني التراب، مده التراب اعتبرها مده ماء. والموالاة وسبق معناها في الوضوء. طبعا احنا قلنا الموالاة من سنن التيمم لغير دائم الحدث، اما في دائم الحدث فهنزود في الاركان الموالاة لدائم الحدث، فهتبقى اركان التيمم في دائم الحدث ازيد، هنحط فيها الموالاة مع الترتيب. وبقي للتيمم سنن اخرى مذكورة في المطولات، منها نزع المتيمم خاتمه في الضربة الاولى. يستحب ان انا لو لابس خاتم يمنع من وصول التراب
ان انا يستحب في الضربة الاولى اشيله وامسح الوجه، وفي الضربة الثانية يجب، لان الضربة الثانية للايد، واضح؟ لكن في الضربة الاولى بتاع الوجه يستحب بس ان انا انزع الخاتم، لكن في الثانية عشان دي ضربة اليدين بقى لازم انزع الخاتم، واضح؟ او احرك. يبقى موضوع نزع الخاتم ضروري في الضربة الثانية ويستحب في الضربة الأولى. وفي سنن تانية وما جابش سيرتها هنا، منها مثلا التوجه للقبلة، لأن أنت ما تتوضى يستحب ليك توجه للقبلة وأنت متوضي، فبرضه التيمم يستحب أنك أنت متوجه للقبلة وأنت بتتيمم. ومنها الدعاء بعده والدعاء أثناءه، زي الدعاء بعد الوضوء والدعاء أثناء الوضوء. مبطلات التيمم. والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء، أحدها طبعا كل ما أبطل الوضوء يبطل التيمم، خلاص احنا عارفين ما يبطل الوضوء ايه، خروج شيء من السبيلين، واخد بالك، او النوم على غير هيئة المتمكن مقعده من الأرض، او لمس المرأة الأجنبية، أو مس الفرج وحلقة الدبر في الجديد، أو زوال العقل بسكر أو مرض. ثم الخمسة دول في نواقض الوضوء تحطهم في نواقض التيمم، واضح؟ يبقى دي من مبطلات التيمم، كل ما أبطل الوضوء وسبق بيانه في أسباب الحدث، فمتى كان متيمما ثم أحدث بطل تيممه. طبعا الثاني اللي يبطل التيمم فوق الخمسة دول رؤية الماء، يعني يقول لك ايه، يقول لك اذا وجد الماء، العوام يقول لك كده حتى حافظينها من الازهريه، يقول لك اذا وجد الماء بطل التيمم. ادي من مبطلات التيمم وجود الماء او رؤيه الماء، مش كده برضو؟ وفي بعض النسخ وجود الماء في غير وقت الصلاه، يعني يقصد بوقت الصلاه هنا ايه، يعني قبل الشروع فيها. يعني الشروع في الصلاة امتى؟ لما اخلص راء اكبر في تكبيرة الاحرام، الله اكبر، لقيت المية، يبقى ما كملش، اروح اتوضا، فهمت؟ ما قلت ما خلصتش راء اكبر، ما شرعتش الصلاة، فهمت ازاي؟ افرض ان انا شفت المية جاية، العربية المية جت، أو الجدع جايب الجركن، أو سمعت الحنفية بقت بتجيب مية قبل ما أدخل في الصلاة ذاتها، كويس؟ يبقى في غير وقت الصلاة، أي وقت التلبس بالصلاة، يعني قبل إتمام رأي أكبر، أو معه أو معاها. لحظة ما بقول الله أكبر لقيت المية، أترك بقى الصلاة، خد بالك إزاي؟ لا وقتها المحدد شرعا، مش وقتها المحدد شرعا بين الظهر والعصر ساعتين ونص، لا مش هو ده، فيقصد هنا وقت التلبس بالصلاة. طيب فإن رآه بعد دخوله فيها، طب افرض بقى انا قلت الله اكبر وشغال في الفتحة لقيت المية جت، فهمت ازاي؟ دي الصورة التانية بقى، يبقى قبل ما اشرع فيها اسيب الشروع واروح اتوضى بقى، لأن بطل التيمم. طب هنا بقى جت المية بعد ما بدأت بقى أقرأ الفتح وشغال، أو أنا راكع، أو أنا ساجد، أو أنا في الركعة الثانية، وهكذا. فإن رآه بعد دخولي فيها وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم بطلت في الحال. في بعض الصلوات أأديها بالتيمم ولما يجي المية أعدها تاني، وفي صلوات أأديها بالتيمم ولما تيجي المية ما أعيدهاش تاني. إيه هي الصلوات اللي أنا أصليها بتيمم وأعيدها تاني؟ لو صليتها، لا خد بالك، ركز معايا. لو صليت الصلاة في مكان نادر فقد الماء فيه، نادر فقد الماء فيه، كالمتيمم في الحضر مش في السفر،
انا مش مسافر، انا هنا في المقطم اتقطعت الميه وما فيش عندي في البيت الا الميه اللي هنطبخ بيها هناك ونشرب منها، كويس، وسالت على الميه اشتريها، قالوا لي الازازه اللي كانت بتتباع بجنيه لما لقوا الميه اتقطعت خلوها ب10 جنيه. طب انا عايز اصلي اتيمم، خدت بالك ازاي؟ اروح متيمم ومصلي، بس انا هنا في المقطم نادر ان الميه تتقطع لان انا في دار الاقامه، يبقى انا هنا هتيمم واصلي ولما يجي الميه هعيد تاني. طب وانا بتيمم واصلي ليه؟ لادراكي حرمه الوقت، وبعيد ليه؟ لادراك الصحه. لكن لو كنت انا الميه مش لاقيها وانا في سفر والمكان ده نادر الميه فيه نادره اصلا، يبقى ساعتها مش هعيد الصلاه، هصليها وحتى لو جه الميه بعد ما صليتها مش هعيد. واضح؟ طيب يبقى انا دخلت في الصلاه وقاعد اقرا الفاتحه لقيت الميه جت في مكان انا كنت هصلي بتيمم ولما يجي الميه هعيد الصلاه تاني، يبقى ساعتها اطلع من الصلاه لان كده كده انا هعيدها واروح اتوضى واصلي. واضح؟ طيب لو كنت في مكان بتسقط فيه الصلاه بالتيمم مش مطلوب ان انا اعيدها، استمر في صلاتي، استمر في صلاتي، يعني انا بصليها في سفر في الصحراء وقالوا عربية الفنطاس بتاع المية دي هتيجي الساعة 2، استنيت انا للساعة 2 ما جاتش، 2:30 ما جاتش، خايف العصر جدا وانا صليتش الظهر، ورحت اتيممت ورحت مصلي ايه الظهر، فوانا في وسط الصلاة لقيت العربية جت على الساعة 3 وانا جوه الصلاة ما اخرجش من الصلاة، اكمل صلاتي لان الصلاة دي اصلا مش هتتعاد مع وجود الماء طالما انا شرعت فيها خلاص متلبس بيها. لكن اذا، لكن خد بالك من لكن دي، اذا اتسع الوقت يستحب الخروج منها للوضوء وصلاتها خروجا من الخلاف. اذا اتسع الوقت يعني عندي وقت براح كافي ان انا لو خرجت منها وتوضيت الحقها قبل ما يدن العصر، في الحالة دي يستحب ولا يجب، يستحب ولا يجب. فلو استمريت صلاتي صحيحة، طب ولو خرجت يبقى عملت مستحب خروجا من الخلاف طالما الوقت متسع. لكن ده انا صليتها الساعة 3:15 والعصر بيدن 3:30 وانا لو خرجت واتوضى هلاقي العصر يدن، ضاع وقتها، يبقى ما اخرجش قولا واحدا. واضح؟ فهمت الصور دي؟ وإن كان تيمم الشخص لمرض ونحوه ثم رأى الماء فلا أثر لرؤيته بل تيممه باقي بحاله لأن المرض مستمر. لو أنا بتيمم بسبب مرض، ما هو المرض مستمر بقى، ما تفرقش معايا شفت المية ما شفتش المية، لأن أنا كده كده المرض مستمر معايا. واضح؟ الصبر جميل، الأسئلة في الآخر دونها عندك. وإذا امتنأ، والثالث، ثالث حاجة برضو من مبطلات التيمم الردة وهي قطع الإسلام، ارتد كفر والعياذ بالله. عارف الردة لا تنقض الوضوء لأن الوضوء عبادة قوية، يعني لو اتوضى وارتد وما خرجش ريح وبعدين الناس قالوا له يا أخي اتقي الله كفرت كده حرام عليك، أم قال خلاص حقك علي أستغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقوم يصلي وضوء ما اتنقضش بالردة. فهمت؟ لأن الوضوء عبادة قوية، يعني لدرجة أنه لو غسل وجهه وإيديه وجرتد وبعدين بعد كده توبناه نقول له طب بقى إيه، امسح راسك واغسل رجليك وقوم صلي كمان، يعني ما يكرش على اللي فات كمان بالبطلان، لأن الوضوء عبادة مائية قوية ترفع الحدث، إنما التيمم عبادة ضعيفة. واضح؟ طهارة ضعيفة، يعني مش عبادة ضعيفة، طهارة ضعيفة لأنها لا ترفع الحدث وبالتالي تبطل بالرده. يعني المتوضي احدث ما يبطلش وضوء؟ لا، ارتد كفر. كفر الرده يعني كفر، حاجه ثانيه بقى. كفر يعني سب الدين، واخد بالك؟ سب الدين اهو، دي ما دي رده اهي. بعد ما يعني هو بيتوضى كده بيغسل وجهه
واحد مثلا سرق شبشبه سبله الدين، قام الراجل خاف رجع له الشبشب تاني يكمل وضوء ولا استغفر الله ويكمل وضوء. فهمت بقى المسألة دي؟ الردة، الردة وهي قطع الإسلام. وإذا امتنع شرعا استعمال الماء في عضو، طب افرض ان انا عندي كسر في عضو من اعضائي، دراعي مثلا، فقالوا فحطوا لي جبس، فانا مش هعرف اوصل الميه، او في جرح حرق مثلا، والدكاتره بتوع الحروق يقول لك ما تجيبش ميه على الحرق عشان الحرق يخف بسرعه، فبقى مش هعرف ان انا اجيب عليه ميه. لكن بقيه الاعضاء سليمه، يبقى وضي السليم، لان الميسور لا يسقط بالمعصور. قالت الشافعيه كده، الميسور لا يسقط بالمعصور. فانا عندي اعضاء سليمه، ميسور ان انا استعمل الماء فيه، يبقى استعمل الماء فيه. طب والعضو اللي مش هستعمل الماء فيه؟ اتيمم عنه بترتيبه، اتيمم عنه بترتيب. يعني افرض ان انا بتحصل كتير، هب ونار جه على وشي، فالوجه احترق، فقالوا لي لمده اسبوع ما تجيبش ميه على وشك. كويس، الوجه ده عضو تيمم وعضو وضوء. فهمت المسألة؟ عضو تيمم وعضو وضوء. يبقى في الحالة دي أعمل إيه؟ آجي مش هتمضمض ولا استنشق، لأن دي هيبل الوجه برضه، لكن عندي دراعتي سليمة، أقوم أبتدي الأول أتيمم عن الوجه، لأن دور الوجه الأول، أتيمم الأول عن الوجه، أقول بسم الله نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة، وأروح ضارب ضربة وأمسح الوجه، بس أنضف شوية علشان إيه؟ ومش شرط إن أنا أمسح الوجه كده بقى، يكفي إن أنا أحط إيدي كده عشان ده محروق، مش داعي إن أنا أحك فيه. وبعدين إيه؟ بعد كده أروح إيه؟ غاسل، وبعدين أتيمم تاني وأمسح على إيه؟ على الكف، وبعدين أروح غاسل إيدي الاتنين المرفقين وأمسح على الرأس وأغسل رجلي وأقوم أصلي. كويس؟ طب افرض ان الحرق في الدراع، يبقى اروح متمضمض ومستنشق وغاسل الوجه وغاسل الدراع وانشف، واروح ضارب ضربه لان ده دور الغسل الدراع الثاني، واروح ضارب ضربه وانوي التيمم لاستباحه فرض الصلاه وامسح الوجه واضرب ضربه ثانيه وامسح الدراعين، وبعد كده اروح ايه فاتح الحنفيه تاني وامسح على الراس واغسل رجلي الاثنين. فهمت ازاي؟ يبقى انا احط التيمم بترتيب العضو، وقت ترتيب العضو. واضح القصه ماشيه ازاي؟ ده كلام الشافعيه خاص بيهم، خد بالك، خاص بيه بمذهب الشافعيه. لماذا؟ لان الشافعيه قالوا الميسور لا يسقط بالمعسور، وقته مما امرتكم ما استطعتم، فيستطيع ان هو يوضي الاجزاء السليمه ويتيمم عن الاجزاء ايه الغير سليمه. واضح؟ ممنوع الاسئله. خالف النفس والشيطان وعصيهما وانهما ما حضاك النصح فاتهم. حتى لو نفسك حدثتك بالسؤال خالفها يا اخي، قل لها اخرسي يا نفسي. فهنا بيقول ايه؟ وإذا امتنع شرعا استعمال الماء في عضو فإن لم يكن عليه ساتر، زي المحروق ومش متغطي، وجب عليه التيمم وغسل الصحيح ولا ترتيب بينهما للجنب. الجنب ملوش ترتيب، لأن كل جسمه كعضو واحد، لكن الغسل اللي فيه الترتيب. إنما لو هي تيمم عن الجنابة ما يجبش فيها ترتيب. واضح؟ وأما المحدث فإنما يتيمم وقت دخول غسل العضو العليل مرتبا، فإن كان على العضو ساتر فحكمه مذكور في قول المصنف وصاحب الجبائر، جمع جبيرة بفتح الجيم، وهي أخشاب أو قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم، يمسح عليها بالماء إن لم يمكنه نزعها لخوف ضرر مما سبق، ويتيمم صاحب الجبائر في وجهه ويديه كما سبق. يبقى يجمع بين المسح والتيمم. متى؟
متى يجمع حتة دقيقة مش أي لهن، متى يجمع بين المسح والتيمم؟ إن كان التثبيت واخد جزء من السليم، إن كان التثبيت واخد جزء من العضو السليم. أما إن كان التثبيت بقدر العضو المريض ولم يأخذ من السليم شيء لا يجب المسح، بل يجب التيمم عنه فقط. يبقى المسح أساسا لأنه يغطي من السليم ما يمكن الاستغناء عنه، واضح؟ فبيمسح هنا علشان الجزء، لأن أحيانا التثبيت يضطرك أنك أنت تدخل جزء من السليم عشان تثبت الجبير، واضح؟ ويتيمم صاحب الجبائر في وجه وعينيه كما سبق، ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها الجبائر يعني على طهر، وإن كانت في غير أعضاء التيمم وإلا أعاد. يعني لو كان وضعها على طهر يعني حط الجبيرة وكان متوضئ يبقى عليه يعمل كده ومعلوش الإعادة بعد ما ينزل الجبيرة. لو كان حط الجبيرة على غير طهر يبقى يعمل كده وعليه إعادة الصلوات بعد إزالة الجبيرة، خلافا للمزني عند الشافعية قال له لا إعادة عليه مطلقا سواء حطها على جبيرة على طهر أو على غير طهر، وكذا عند الأحناف والمالكية. يبقى الأمر فيه خلاف. وهذا ما قاله النووي في الروضة، لكنه قال في المجموع إن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق أي بين أعضاء التيمم وغيرها، ويشترط في الجبيرة ألا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك واللصوق والعصابة والمرهم ونحوه على الجرح كالجبيرة، يعني اللصوق اللي هو زي البلاستر كويس، والعصابة اللي هو زي الرباط، والمرهم لما بتحطه برضه زي الجبيرة على قدر المرض يعني. ويتيمم لكل فريضة، احنا قلنا التيمم يتحمل فريضة واحدة، يتيمم لكل فريضة ومنذورة، ولأن المنذورة صارت واجبة فلا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، ولا بين طوافين، ولا بين صلاة وطواف، ولا بين جمعة وخطبتها. يعني أنا هحضر الجمعة بالتيمم أتيمم واسمع الخطبة، أقام الصلاة أتيمم وهو مصلي الركعتين، لأن دي فرض وفرض، واضح؟ وللمرأة إذا تيممت لتمكين الحليل أن تفعله مرارا. افرض امرأة حاضت وطهرت من حيضها ولا يوجد ماء لتغتسل حتى تحل لحليلها، تبقى تتيمم لتحل لحليلها، فإن أراد أن يأتيها مرة أخرى تتيمم لكل مرة، واضح؟ وللمرأة إذا تيممت لتمكين الحليل أن تفعله مرارا وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم. يعني ممكن تتيمم وتصلي وبالتيمم اللي صلت بيه ده تمكن الحليل منه، مش تتيمم تاني اللي تمكن الحليل. فهمت ازاي؟ فهمت المسألة؟ وقول ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، يبقى ممكن يتيمم ويصلي ما شاء من النوافل بتاع الفرض. يعني انا ممكن اتيمم لصلاة الجمعة فادخل اصلي تحية المسجد وركعتين تطوع لحد ما الامام يخرج عشان يخطب الجمعة، واقعد اسمع الخطبة، كل ده بالتيمم الاولاني، وبعد خلص الخطبة اروح متيمم واصلي الركعتين بتوع الجمعة، وبنفس التيمم ده اصلي سنة الجمعة البعدية، ما تيممش تاني، واضح؟ لانه مرتبط بيه. والله تعالى أعلى وأعلم. كده خلصنا باب التيمم والحمد لله. هل لديكم أسئلة؟ تفضل يا سيدي. أيوه ده نصوا عليها كل الفقهاء على فكرة في النزل. والماء، طبعا الماء ده من المسجد. لا الماء ده من الحكومة، جاي من خارج المسجد بس المواسير وصلت له للمسجد، مش نابع في المسجد، بالإضافة لأن ماء المسجد النابع يستعمل للوضوء، للأمور الخاصة بالمسجد، في الوضوء واخد بالك، أو الشرب، إنما ما يستعملش ويتاخد منه للبيوت إذا كان نابع في المية في المسجد، يعني عين نابعة في المسجد. إنما الوقت المية دي مواسير جاية من الحكومة وليها عداد، ماء زمزم مستثنى نشرب منه، ده ماء مبارك
والماء اللي جاي عندنا في المياه دي كلها ده ماء حكومة وليه عداد وبيدفع ثمن، بتستعمله عادي في كل حاجة لأنه محسوب. ها؟ الأوقاف تتصرف مع الحكومة، ما دي حكومة مع بعضها. لا بيدفعوا كهرباء المساجد لأن هم اتفقوا إن دور العبادة كهربتها على الحكومة. خلاص؟ والمية أنا بدفع المية عندي في المسجد. طب أنا بدفع المية؟ لأن عدادها تبع عداد البيت. ما هو لا عموما يعني أنا أصل عندي عداد واحد. فأنا بدفع مية المسجد برضه مع عداد البيت، فهي محسوبة في عداد واحد. فدي ما فيش مشكلة. لو في نجاسة على هدوم الإنسان ما فيش يعني مية. اللي على الهدوم، اللي على الهدوم ممكن يلبس ثوب آخر. لا هو مفيش غير واحد. سفر. لسفر. ما يمكنش يغير هدومه. ولا يوجد ماء ليغسله. هيصلي على حالي وعليه الإعادة. أيوه. ليها صور، ليها صور مش مطلقة. ماشي. طب لو الوقت الصلاة خلص، أي عدة؟ لا خلاص. إحنا كلنا في حدود الوقت. حدود الوقت، لكن لو كان وقت الصلاة خلص وجات المية في مكان يندر غياب الماء فيه كأن تيمم في الحضر فعليه الإعادة عند وجود الماء حتى لو خلص الوقت. يعني خلاص الصلاة خلصت الظهر دخل عليها العصر. يبقى أعيد الظهر وأصلي العصر. الضرب يعني ايه؟ لا ما انت عارف او اعمل كده تلاقي غبار تلقى. يبقى فيه غبار سهلة من غير الضرب. اسفلت ما هو الاسفلت ده مش صناعي الا لو كان عليه تراب. اسفلت المقطم ده توضع يمم عليه ليه؟ لان التراب مالي المقطم، بيجي الغبار كله مقطم مليان تراب. انت نفسك لو قعدت كده نص ساعة كده في الشارع واخد بالك اتيمم على الجلابية بتاعتك هتلاقيك مترب. ها؟ وتيجي الناس تتيمم عليك بإذنك، بس بإذنك لازم تستأذنك لأن كده ما يصحش إن هي يضربوا فيك بغير إذن. يلا إذن. نعم. لا ما احنا قلنا بدعة يعني إيه؟ يعني بدعة يعني مستحدثة مش معناه ضلالة. طب ما الإمام مالك سئل عن صلاة الضحى قال بدعة. فهمت إزاي؟ بدعة يعني ما كانش بيعمل الصحابة كده، لأن الإمام مالك لما في عصره لقى الناس تيجي وقت صلاة الضحى يقفلوا المحلات وكله يخشوا على مسجد النبي كأنه يوم جمعة بيصلوا الضحى، فسألوه عن صلاة الضحى قال هذه بدعة. يعني صليها في بيتك. إنما إنك أنت تيجي والناس كلها تجتمع والحياة توقف كأنها صلاة جمعة يروحوا يصلوا الضحى، الصورة دي بدعة. فهمتني ازاي؟ هذه الصورة بدعة. في ناس بقى ما تفهمش كلام الفقهاء يقول لك الله صلاة الضحى بدعة يبقى بطل صلاة الضحى. لا مش معنى كده. الشافعية ما انا شرحت دي في أول قعدة، أنت كنت حاضر أيام النية اتكلمنا فيها بتوسخ. قلنا إن التلفظ بالنية يعين استحضارها على القلب، فالوسائل تاخد حكم المقاصد، فإن كان بتستحضرها في قلبك بدون تلفظ لا بأس ما تتلفظش. لو كان القلب غايب فانت بتستعين باللفظ عشان تستحضر القلب لان اصلها في القلب فلا باس، لان المقاصد تاخذ الوسائل تاخذ حكم المقاصد. اخذت بالك؟ فعند الشافعيه التلفظ بها مستحب وان كان بدعه لانها تعين القلب على الحضور، لان ليس كل بدعه ضلاله. ما سيدنا عمر قال نعمه البدعه هي وصلوا صلاة التراويح، يعني بدعة يعني ما كانتش مشهورة أيام النبي لكنها تحقق مقاصد الشرع. ما كانش في مدارس أيام النبي ولا امتحانات كده برضو. دلوقتي بقى في مدارس وامتحانات وشغلانة عشان ده ينجح ويتنقل سنة تانية، ما دي بدعة. لكن النبي حث على التعليم وقال اطلبوا العلم فهي تؤدي إلى مراد الشارع، فيبقى بدعة مستحدثة ولكنها مستحبة وقد تجب في الأمور الواجب تعليمها. واضح؟ فليس كل كلمة بدعة يعني تبقى ضلالة مطلقا، لأن النبي ما يقول كل بدعة ضلالة. كل دي لفظ عام مخصوص، لفظ عام مخصوص، كل دي لفظ عام بس هي مخصوصة. اللي خصها إن ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو عليه رد. يبقى إيه اللي خص كل دي؟
خصها بكل ما ليس من أمرنا فهو بضع ضلالة، وليس كل مستحدث، بل كل مستحدث ليس عليه مراد الشرع ولا مقاصد الشرع. واضح؟ لأن كل من ألفاظ العموم وقد تقيد، زي في القرآن تدمر كل شيء بأمر ربها ولم تدمر إلا قرى الأحقاف، وإلا ما دمرتش الأكوان كلها، ولا الكرة الأرضية ولا العرش ولا الكرسي ولا حاجة خالص، مش كده برضه دمرت يا دوب قوم عاد بس. يبقى كل دي لفظ عام قد يخص، وخصه الشرع بأشياء كثيرة، منها أن النبي قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها، وما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل ده خصص كلمة كل بدع ضرر، فبقت مخصوصة، فهي عام مخصوص. واضح؟ فليس كل كلمة بدعة بقت معناها أنها تبقى وحشة، لا. أما أقول لك بدعة تقوم تفكر، طب البدعة دي هل الشرع حث عليها ولا نهى عنها؟ فإذا نهى عنها تبقى ضلالة، إذا حث عليها تبقى مستحبة. ما كانش في مائدة الرحمن زمان أيام النبي، مش كده برضو؟ ما كانش في مائدة الرحمن في رمضان. طب ومائدة الرحمن دي بتعمل إيه؟ بتعين الناس على أداء الكفارات، اللي هم ما بصموش بتطعم الطعام، وفيها إطعام الطعام، والنبي كان يستحب إطعام الطعام مطلقا، وفي رمضان أشد، وفيها إفطار صائم، والنبي حث على إفطار الصائم، فيتحقق مقصود الشرع. فنقول مائدة الرحمن بدعة مستحبة، واخد بالك، لأنها تحقق مقاصد الشرع. ما كانش أيام النبي في تمثيل، ولا مع التمثيل ولا روايات ولا مسلسلات ولا أفلام ولا الحاجات دي، مش كده برضو؟ آه، ده شيء مستحدث. طب هل ده يحقق مقاصد الشرع ولا ضد مقاصد الشرع؟ نلاقي إن في اختلاط، وفي تقليد الرجال للنساء والنساء بالرجال، وفي اختلاق مواقف كاذبة، وفي شغل الناس بالباطل، وفي ضياع الأوقات، وفي نشر الفحش والفجر، واخد بالك ازاي؟ اه، يبقى ده بدع ضلالة لأنه منهي عنه. يبقى التمثيل ده بدع ضلالة لأنه لا يحقق مقاصد الشرع ويؤدي إلى مناهي كثيرة، واخد بالك؟ وهكذا كل حاجة بقى في الدنيا تقعد تقيسها كده، واخد بالك؟ فهي ما كانش فيه شاي أيام النبي بدعة، واخد بالك ازاي؟ طيب هل الشاي ده مسكر؟ اه، مش مسكر. طب لو كان مسكر يبقى حرام، لكن ده مش مسكر. طب هل ده مضر؟ لا، مش مضر. هل سام؟ لا، مش سام. يبقى مباح، يبقى بدعة مباحة. فهمت؟ ما ناخد شفطة منه، ما يجراش حاجة، بدعة مباحة، واخد بالك؟ وهكذا، يعني تقيس كل حاجة بالطريقة دي. يعني ما كانش فيه سبحة أيام النبي يقعد يسبح بيه، واخد بالك؟ لكن النبي حث على إيه؟ على العد. قال لنا تختم 33، أما تيجي تصحى الصبح تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه والحمد لله على كل شيء قدير 100 مرة، ومن صلى علي 1000 غفر له ذنبه وكان له براءة من النار. يعني دلنا على الأعداد، والسبحة تؤدي إلى ضبط العد، فهي تحقق مقصود الشرع. آه، تبقى مباحة، بدعة مباحة، بل مستحبة لأنها تؤدي إلى ضبط العد. واضح؟ وهكذا كل حاجة بقى تبتدي تحسبها بالطريقة دي تلاقي نفسك اتحلت الأزمة معك، واخد بالك؟ وهكذا، والله تعالى أعلى وأعلم. في أسئلة أخرى؟ ترد على الحريق ده مثلا، نفضه، نفضه كده، نفضه كده. أنا عندي أحط مية، لا ما تحطش تراب ولا تحط مية، لا أنت تخبط كده ودفط كده، ما بقاش في حاجة خالص، وامسح كده من بعيد، وانت كده كده لما هتخف ان شاء الله وربنا ينجيك هتعيد الصلاه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.